في هذا الإطار فإننا معروض من طرف المجلس الوطني باش نتكلم على هذا الموضوع، هذا لا سيما أنه وبالخصوص الآن يعني الظرفية ديالو خطات واحد القوة أكبر على إثر ثلاثة ديال العناصر. العنصر الأول وهو أنه الحكومة التزمات باش تخلق مليون ديال وظائف جديدة. ثانيا الحكومة دفعات بالجوج ديال البرامج أوراش وفرصة، وأوراش بالخصوص موجه إلى المجتمع المدني بالدرجة الأولى من أجل خلق فرص ديال الشغل. ضاف عليه عنصر ثالث الآن اللي هو أن الوزير بيطاس مكلف بالعلاقة مع البرلمان دار ندوة حول التشغيل ديال الجمعيات. فإذا نحن بصدد إشكال جوهري ديال التشغيل داخل البلاد وديال البطالة والعطالة إلى آخره ديال الشباب، وثانيا ديال الفرصة لهائلة داخل المجتمع المدني من أجل التوظيف ومن أجل خلق فرص الشغل. إذا الندوة ستتكلم على هذه الاختيارات الآن. بالنسبة لي شخصيا ما عرفتش الأستاذتين الآخرين اللي كتبوا حول الموضوع أشنو غادي يقولوا، الله أعلم، ولكن يعني هذا هو فاش غادي نهضر شخصيا. إذا مطلوب الآن منكم كأنفاس وكجرائد أنه تأخذوا هذه العناصر من أجل تفكيك مشروع أوراش، واش فعلا يحل إشكالات ديال التشغيل أو لا أنه يؤسس إلى الهشاشة في التشغيل. الندوة اليوم بعدا جينا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار واحد الندوة اللي كتهم مجال حقوق الإنسان، ولكن من الجانب ديال العمل الاجتماعي أو كما كنقول حنا الترافاي سوسيال ولا لاكسيون سوسيال في المغرب. دونك المداخلة ديالي غتكون بالنسبة لي هي تداخل العمل الاجتماعي وحقوق الإنسان، ضوء العمل الاجتماعي في حماية والحفاظ على حقوق الإنسان، وشنو هما نورمالمون العراقيل اللي كيواجهوا العمل الاجتماعي من اجل تحقيق هذه المبادئ ديال حقوق الانسان اللي كتنادي بهم المراسيم الدوليه وكذلك القوانين الوطنيه في المغرب. دونك هذا هو المداخله ديالي غتكون من هذا الجانب هذا، ويكون التركيز على العمل الاجتماعي خصوصا في وزاره الصحه كما قلت، لان هو المجال اللي عندي درايه به اكثر ولان المجال اللي كنخدم فيه بصفه عامه. هذا النهار عندنا التدخل ديالنا مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في مجال واحد الصحيفه كتكتب في فرنسا فوروم اللي المدير النشر ديالها هو السي محمد مشكار. دونك كتبنا واحد الارتيكل كيخص التجربه ديالي في الميدان ديال الجمعيه فيما يخص صحه الام والطفل. وانا خدمت في واحد المشروع مركب للمراه والطفل ودار الامومه من 2013، وانا كنحاول باش يتبنى هذا المشروع حيت عندنا في الخصص الكبير في المنطقه ديال الجنوب الشرقي جهه درعه تافيلالت هو مصحه الولاده. اذا ما عندناش البلاصه فاش كيولدوا العيالات، كيجيو ديما من تنجدات حتى للرشيديه 80 كيلومتر، تيكون واحد الخطر واحد التكرفيس لا من ناحيه العائلات ولا من ناحيه الولاده ولا من ناحيه اللهجات، حيت المنطقه تيذكروا بالامازيغيه. اذا هاد دار الامومه مركب المراه والطفل راه تبنى تنجز بعد معاناه 9 سنوات، وانا كنجري على هذا المشروع. الحمد لله دابا راه تنجز من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولكن اللي التدشين ديالو مازال راه في القريب العاجل ان شاء الله باش عاوتاني نطرقوا لشي مجال اخر كفاعله جمعويه وكانسانه اللي ديما خص الواحد يكون عنده طموح في الحياه.